الطيور هي مجموعة من الحيوانات الفقارية الدافئة الدم، وهي تتميز بأنها قادرة على الطيران باستخدام أجنحتها والتحليق في الجو. تعد الطيور من أكثر الحيوانات تعدداً وتنوعاً على سطح الأرض، حيث يوجد أكثر من 10,000 نوع مختلف من الطيور في جميع أنحاء العالم. تتميز الطيور بأجسامها المغطاة بالريش، والتي تساعدها على الطيران والتحكم في درجة حرارة أجسامها، كما يتميز جهاز التنفس لدى الطيور بالفعالية العالية، حيث يسمح للطيران بسهولة في الأجواء الرقيقة والمرتفعة. تختلف الطيور في حجمها وشكلها وألوانها، فمنها ما يصل طوله إلى 2.7 متراً، ومنها ما يزن أقل من 2 غرام. وتتغذى الطيور على مجموعة متنوعة من الأطعمة، حيث يتناول بعضها الحبوب والبذور والفواكه، والبعض الآخر يأكل الحشرات والديدان والأسماك. تعتبر الطيور من المفترسات الأساسية في الطبيعة، حيث يتم استخدامها للتحكم في عدد الحشرات والحيوانات الأخرى في البيئة. معدة الطائر تختلف عن معدة الثدييات والحيوانات الأخرى، فهي تتميز بأنها تتألف من عدة أقسام، وتسمى هذه الأقسام بالحجاب المعدية، وتختلف هذه الأقسام في حجمها وشكلها ووظائفها. الجزء الأول من المعدة يسمى البريت، وهو الجزء الذي يحوي الأحجار والحصى التي يلتهمها الطائر لمساعدته على طحن الطعام. والجزء الثاني يسمى البروفنتريكولوس، وهو الجزء الذي يحوي الطعام المهضوم. والجزء الثالث هو المعدة الحقيقية، وهو الجزء الذي يتم فيه هضم الطعام بواسطة الأحماض المعدية. وتختلف وظائف هذه الأقسام باختلاف نوع الطائر ونوع الطعام الذي يتناوله في النهاية. يمكن القول أن الطيور هي مخلوقات رائعة وجميلة، تستحق الاهتمام والاحترام، ويجب على الإنسان الحفاظ على بيئتها الطبيعية والمساعدة في حمايتها للحفاظ على التنوع البيولوجي في العالم.